الرحيم. طبعا النقطة اللي بنحكي عنها هي طبعا من أستاذ إياد عباد، حصلت عليها من زملائي. جمع أسئلة كلها دوائر موضوعية، أسئلة موضوعية، وهذا حسب اللي وردنا إنه راح تكون الأسئلة في امتحان الوزارة كلها دوائر، كلها موضوعية. حتى لو في حل راح يعطوكم دفتر تحلوا عليه جانبي، بس بالأخير بدك تختاري دائرة. تمام؟ فأنتوا أسئلة المفروض تبدأ التعود او التعرف على كيفيه الحل في الاسئله الايش؟ الموضوعيه. نبدا بالسؤال الاول. حاولوا حلوه عشان نتدرب، حاولوا تحلوه واختاروا لي شو الاجابه، وانا بقول لكم صح ولا لا. تمام، هنا نعود. لا حلي لحالك، ما تشرحي لي. انا اعطيني شو البديل، مين الصح بس. فهمتوا علي كيف لازم تسووا الان؟ نعم. انتوا تحلوا وتعطوني الجواب بس. اي درجه ولا خطا؟ السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام، اهلين. سالي معك استاذ. مين؟ سالي. سالي. سالي، طيب ادخلي بس. سالي ها. السؤال الاول رقم واحد بدك اجابته؟ بدي الاجابه يلا. ستة أستاذ. كلكم نكتب باء. لا، جيم ستة. جيم ولا باء؟ جيم أستاذ. ستة. ستة أكيد. يلا نأخذ ثلاث سين عامل مشترك، نوري الطريقة كيف صارت. ثلاث سين عامل مشترك على س ناقص 2، نختصر 6، جواب 6. الخطوره في الاسئله الموضوعيه شو هي الخطوره اللي فيها؟ اي خطا في اشاره بروح السؤال منك. اخسر علامات. يلا اللي وراها. رقم 2. 7 جيم. 7 جيم. شو رايكم؟ انتظر استاذ، انتظر. 7 3 2 2 3. مضبوط. ناقص 2 3 ناقص 2 7. بالمغول موجودة على 1 ويساوي 7. 7. برافو عليك. يلا رقم 3. وين راح نمشي؟ طبعا استاذ دوشة عندك من المايك تاعك ترى. ايوه كنت اقول لاثنين. تقول لاثنين. هاي اثنين. أربعة. أربعة. طلع فيها أربعة. ثلاثة استاذ. ثلاث ولا أربعة؟ أنا سالي بحكي ثلاث. ثلاث، هات تعال شوف. مش بدك تعوض المحل سيدي. اثنين، اثنين زائد اثنين. بيساوي ستة. طب لا أمك أربعة. أربعة، إذا شو الإجابة الصحيحة؟ تفكرت اثنين بلام. اثنين ضرب لام. يلا اللي وراها. النهاية لما لا ومش الرسمي هذا، هاي الرسمي لا، هاي ما لهاش دخل بالرسمي، الرسمي ما لهاش دخل بالسؤال. سؤال أربعة بدون رسمي. تمام. نهاية السين تكعيب هون، هاي ثلاث. تسعة أستاذ. تربيع هون سين تقول لسالب واحد. دال تسعة. دال تسعة، شو رأيكم؟ تأكدوا لي. مضبوط. تسعة. لانه هون راح يطلع لنا سالب واحد تكعيب، سالب واحد تكعيب ناقص اثنين الكل تربيع، هيك راح تكون صح؟ مضبوط. تكعيب سالب واحد، سالب واحد ناقص اثنين سالب ثلاث، سالب ثلاث تربيع تسعة. الرسمي هاي البدائل، يعني بالنهايه لما سين تقول لوين؟ لواحد من اليمين.
ثلاث داش ثلاث. يلا الآن باعتماد على النهاية لما سين تقول ثلاث من اليمين لقاسي شو بتساوي؟ أربعة. أربعة ولا ثلاث؟ أربعة. أربعة برامج. في دوشة يا جماعة. من الصوت اللي عندي طالع هذا. في صوت ثاني كمان طالع. خلاص هسه صار هدوء. يلا. كيف عرفت انها أربعة؟ نبتخذ اللي أكبر من ثلاث. شو جوابها طالع؟ أربعة. أي يعني أربعة؟ طيب لو ثلاثة من اليسار شو بيطلع جوابها؟ ستة. بيطلع ستة. اللي هي هاي 95. برافو عليك. طيب اللي بعديها. سؤال سبعة. سالب خمسة. بس سالب خمسة؟ والثلاث وسالب ثلاث. ما بيخلوا البص صفر. أستاذ يكون البسط على العدد على الصفر هي بتكون مش متصلة. برافو عليك. يعني الصح هي انه لازم تصير تساوي سالب خمسة بس. اللي هم اصفار المقام. يعني بتاخذي بس المقام. عينك بس على المقام. عينك بس على المقام. شو اللي بيخلي المقام يصير صفر؟ يعني سين زائد خمسة تساوي صفر معناته سين تساوي ايش؟ سالب خمسة. بس هذا الجواب. طب سؤال لو كان نفس المسألة بس مقلوبة كيف يعني مقلوبة؟ يعني سين زائد خمسة على سين تربيع ناقص ثلاثة ناقص تسعة شو بيكون الجواب؟ ألف. اللي هي ألف. مزبوط. يلا سؤال ثمانية. هاي سين تربيع وهاي ثلاث. ثواني أحلها. ثلاث تربيع تسعة. تسعة زائد واحد عشرة. على ثلاث ناقص واحد اثنين. عشرة على اثنين خمسة. مين الجواب؟ خمسة. جي مزبوط. طب هون بالاستناد الى الرسمه النهايه لما سين تقول اثنين من اليسار قديش؟ واحد. لا اثنين. واحد ولا اثنين؟ بصير لك عبارة. واحد. ايه قصدي اثنين. انا كمان هلا انتبهت. اثنين. اثنين. طب والنهايه من اليمين؟ واحد. لقاف سين تساوي واحد. طب والنهايه الكليه قديش؟ نهايه لما سين تقول اثنين لقاف سين كم؟ غير موجودة. آخر موجودة. أيوة برافو عليك. وقاف الاثنين يساوي واحد. قاف الاثنين قديش؟ واحد. واحد كمان. عند النقطة المسكرة السوداء. طيب. هاي سألنا كذا سؤال عليها. ممتاز. يلا سؤال عشرة. سين تقول للصفر. لا سبعة على سبعة ناقص سين. با واحد. واحد با واحد مزبوط لأنها تعطيك سبعة سبعة. برافو عليكم. أي الاثنينات الآتية متصلة عند سين يساوي اثنين؟ سيبيها بعقلك وقولي لي مين اللي فيهم هذولا الأربعة متصلة عند سين يساوي اثنين؟ أربعة باثنين ثمانية ألف. ألف خلينا نشوف. حط اثنين هون. أربعة باثنين ثمانية. ثمانية ناقص خمسة ثلاث. ممتاز. اثنين زائد واحد. واحد ثلاث. طلعوا متساويات إذا أكيد هاي. فيش داعي أدور على الباقيات صح؟ صحيح. على افتراض إنه اللي حاط السؤال حاط بس جواب واحد صح. لا بس بجوز يكون غلطان وما بنعرف إيش. طب خلينا بالله نحسب لهذول هيك على السريع زي مراجعة. لو نطلع هون النهاية قديش تطلع النهاية؟ عندك دول اثنين. صفر على صفر. راح نحلل راح يصير س ناقص اثنين في س زائد اثنين على س ناقص اثنين نخسر أربعة ولما تعوضوا هون اثنين زائد واحد بيطلع ثلاث أربعة تساوي ثلاث لا غير موجودة الغير متصل يلا هون عوضنا هون اثنين أربعة اثنين عوضنا هون بيطلع نص مش متساويات غير موجودة غير موجودة النهاية هون لو عوضنا اثنين بطلع أربعة لو عوضنا اثنين بطلع ثلاثة مش متساويات إذن فعلا ألف
طيب رقم 12 ثلاث ثلاث اه سهل صح؟ اللي وراها نعم اسمعك اثنين اربعة النهاية لما قاف سين لما سين تقول اثنين تساوي اربعة بدنا نهاية هاي خمسة اللي هي راح تكون اثنين ضرب اربعة ناقص ثلاث خمسة ضرب اربعة ثمانية قيمة منها ثلاث ضرب خمسة اذا جواب تمام يلا اللي بعديها اي الاشكال الاتية يمثل اقتراناً متصلا عند سين يساوي واحد متصلا ألف يساوي واحد ألف خطأ ألف خطأ لأنه قاف الواحد لا يساوي النهاية طلعي هنا مش في عندك دائرة مكسورة هيك عند الواحد في دائرة صح دائرة مفتوحة آه إذا غير عند الواحد وهون نفس الشيء عند الواحد مكسور إذا غلط وهون عند الواحد مكسور غلط طب ما في دائرة مكسورة هيها ليش طب هون بدي أحطها هي صح لأنه هاي عند اثنين مكسورة إحنا بدنا عند هاي مكسورة عند اثنين إحنا بدنا عند الواحد عند الواحد متصل أيوه حلو هذا السؤال فهمتوها هذه فهمتوها أنت عينك على الواحد ما بشغل بغير الواحد بس الدائرة المفتوحة أو الكسر هذا بدلك على عدم الاتصال بس أنا لازم أركز أنا بدي أطلع على مين على اثنين ولا على الواحد لا على الاثنين بدي أطلع على الواحد أنا مش على اثنين فباء عند الواحد طلعوا كيف متصلة ما عدا ذلك منفصلة يلا عدم الاتصال وين خمسطعش اه ولا قد صعب 15 بستنى منكم دال دال ليش لانه اصفار المقام لانه اصفار المقام برافو عليك لما شو قلنا قبل شوي ان الاقتران النسبي بيكون متصل ما عدا عند الاقمار المقام اللي بيخلوا المقام صفر اللي هم سالب 3 و1 او بطريقه ثانيه اني باخذ المقام بساويه بالصفر فبقول اما س ناقص 1 تساوي صفر او س زائد 3 تساوي صفر يعني اما س 1 او س سالب 3 يلا هون لما سين تقول لك كم؟ خمسة؟ اه عشان ناقص سبعة 32 باء 32 اه 100% فانتوا هون مش تروحوا تجاوبوا على الثلاث لانه هسه واحد فيكم بس يشوف مشعب يفكر انه راح يسالك عن الثلاث ديري بالك انت اقرا السؤال كويس بعدين جاوبي يلا هاي ثمنتاش كيف طلعتيها 18؟ هل تسمعني حتى تسمعني؟ ثمنتاش نعم ثلاث في أربعة زائد ستة ثلاث في أربعة 12 زائد ستة تساوي 18 إذا با صح مضبوط أبا طيب صعبات الأسئلة هذول؟ لا سهلين شوفوا الوزارة ما راح تيجي أصعب من هيك توكلوا على الله يلا 18 ألف نفس الأفكار قاعدة بتتكرر صح؟
ألف. يلا ألف اللي تحتيها. سالب اثنان. سالب اثنان كمان. سالب اثنان ولا اثنين؟ سالب. لأنه راح تعطيك تحت سالب واحد. ممتاز. يلا الرسم معتمدا على الشكل، فإن النهاية لقاسية لمسينة ولا الواحد؟ غير موجودة. غير موجودة. برافو عليك. مين اللي جاوبت آخر شيء؟ أنا مرام. مرام أنت يا مرام. يلا اللي وراها. 21. با ثلاث. ثلاث. برافو. لأنه أنا عيني بس على اللي بيخلي المقام صفر وخلص. أنتم لاحظين نفس الفكرة قاعد تتكرر؟ يلا اللي وراها. نهاية قاسين لما سين تولى خمسة بيساوي ثلاث، والنهاية لامسين لما سين تولى خمسة بيساوي سالب واحد. شو قيمة هاي النهاية؟ ثلاث زائد سالب واحد اثنان. اثنين. برافو. هاي خلصناها. يلا اللي وراها. غير موجودة. ليش أنت الحالات؟ غير موجودة دال. ليش طيب غير موجودة؟ لأنه قاف الصفر يساوي خمسة، بس النهاية من اليمين ما بتساوي من الشمال. إحنا ما ندخل في قاف. لحظة هسا هيك بتزعليني منك. أنت حكيتي كويس، خليك على كويس. النهاية ولا الاتصال؟ تمام تمام. من النهاية ولا الاتصال؟ من النهاية. النهاية. على نهاية اليمين واليسار بس، ما بدنا الباقي. يلا اللي وراها 24. هي على الطخة هاي بنخلص كل الورق اليوم. يلا 12 جيم. أكيد. لأنه سين. يعني شو بدك أبسط من هيك. يلا اللي وراها. سالب ثلاث من اليمين. سالب ثلاث من اليمين. سالب ثلاث من اليمين أربعة. برافو عليك. سالب ثلاث من اليمين أربعة. ومن اليسار ثلاث. وقاف السالب ثلاث واحد. واحد. كويس. إذن هاي خلصناها. يلا اللي وراها ستة. ستة وعشرين. سين تقول لك كم أستاذ؟ سالب اثنين. سالب أربعة. سالب أربعة. ليش؟ بتعوضي هون سالب اثنين، بصير سالب اثنين ضرب النهاية هاي الجذر لحاله، بصير ناقص ناقص اثنين بصير زائد اثنين، يعني أربعة. جذر الأربعة اثنين، إذا بطلع جواب سالب أربعة. هيك إحنا مية مية. اللي بعديها نهاية قاف سين لما سين تقول الثلاث بساوي اثنين، قاف سين واحد، فإن قيمة هذا قديش بساوي؟ هاي السين كم تساوي؟ واحد. واحد. سبعة. ثلاثة ضرب اثنين صح؟ زائد واحد. زائد واحد تربيع يعني واحد. يعني ستة زائد واحد سبعة. شو بطلع الجواب؟ سبعة. يلا اللي وراها. تمام. بالنقية مسينة لا تجعل الاقتران هذا غير متصل. حكينا لما بنشوف نسبة عيننا وين؟ على المقام. المقام. يلا طلع على المقام. شو بدك تسوي في المقام؟ نصفره. صفرنا. كيف نطلع أصفاره؟ تحليل. حللي. طلع واحد. واحد واحد. صح؟ ناقص ناقص. إذا سين تساوي واحد. مش سالب واحد. واحد. ايوه هيك صح. يلا اللي وراها اعتمادا على الشكل، بدنا النهايه لما سين تقول الواحد من اليمين لقاف السين. ثلاث. ثلاث. هي مبين. ومن اليسار واحد. واحد. وقاف الواحد اثنين. اثنين. ممتاز. طيب روحوا لنا على اللي بعديها. شو اللي بعديها؟ اذا كانت النهايه لقاف سين لما سين تقول خمسه بتساوي اربعه، قاس سين بيساوي سالب ثلاث، كم قيمة هذا النهاية؟ سبعة. اللي أربعة ناقص ناقص ثلاث اللي هي قديش؟ سبعة. سبعة. وين السبعة؟ ألف. يلا اللي بعديها جيم. أربعة. أربعة تمام. لأنه جذر 16 أربعة. إذا الشطارة هاي
بس في شغل هون بدي ألغيها بس عملت لي مشكلة. هاي خلصناها. طيب اللي بعديها النهاية اعتمد على الشكل. النهاية لما سين تقول اثنين من اليسار لقاف سين واحد اليسار واحد تمام إجابي بها واحد. يلا اللي وراها إذا كانت النهاية لما سين تقول سالب واحد هاي زائد ثلاثة تعرف أن قيمة لام تساوي قديش. يلا كنا نحلها تقول لواحد ولا سالب واحد سين تقول سالب واحد أو يساوي أربعة سين بصير عندنا لام زائد ثلاثة بالضبط أربعة. لأن لما تعوض سالب واحد مكان سين بصير لا سالب واحد لا سالب أربعة سالب أربعة لا مو جاب أربعة. ليش سالب أربعة صبية؟ لام زائد ثلاثة يساوي سبعة. إذا لام تساوي سبعة ناقص ثلاث قديش سبعة ناقص ثلاث أربعة بالسالب أربعة. يلا هاي قيم سين التي تجعل الاقتران غير متصل. برضو نفس الشيء بدك تصفر المقام مش هيك؟ حضرة المعلم تفضلي اثنين حضرة المعلم تفضلي هكذا تسمعني صحيح؟ نعم واضح تمام. هذه هي عبارة تربيعية تفك يا اما سين تفك سين سين واحد سين سين تمام اثنين اثنين ممتاز. والإشارات سالب 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 موجب سالب 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 لأن الأخير موجب إذا سالب سالب إذا سين تساوي كم؟ اثنين موجب سين سالب موجب اثنين موجب لأن كانت تساوي الصفر إما القوس الأول صفر أو الثاني صفر. تقولي يا سعيد تمام هذا اللي وراها على السريع. الواها تعوض بواحد ثمانية في واحد زائد اثنين كاف سو ستة زائد ثمانية ناقص ثمانية ناقص ثمانية هون إيميلي 35 تمام تمام نمشيك ماشيين تحت هيك تمام ثلاث أصلاً ثلاث واحد من اليمين ثلاث تمام ومن اليسار واحد 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 اثنين اثنين. حضرت المعلم نعم انتم انا اسف الان دخلت اي سؤال وصلتم انتم بس 36 36 تمام تعويض مباشر يلا بس احسبوه صح تمام يعني 4 في سالب 1 سالب 4 ايوه يعني 8 يعني 8 تحت الجذر اكتب 8 ولا سالب 8 سالب 8 سالب 8 قديش بيطلع الجواب سالب سالب اثنين ايوه ديروا بالكم في الامتحان غلطه صغيره بالاشاره غير الاطوال تمام رايح سين تقول سين تقول لك كم سالب واحد هون اثنين هون اخراج عامل مشترك اربعه في سالب واحد مش سالب اربعه ناقص اربعه صفر سالب اربعه ناقص اربعه خليكي معي سالب ثمانية تمام ناقص اربعه بيطلع سالب ثمانية تمام استاذ مو انا بتاخذي عامل مشترك نعم نقول ثلاث سين نخرج عن ثلاث سين عامل مشترك تبقى سين ناقص اثنين سين ناقص اثنين مع سين ناقص اثنين تبقى ثلاث سين ثلاثة في اثنين ستة هاي تكررت المسألة أحلناها نفسها يلا اللي وراها التي وراها سين زائد اثنين يساوي صفر سين ناقص واحد يساوي صفر سالب واحد يا اما سين سالب اثنين يا اما سين تساوي واحد بابا جيم ايش الإجابة يعني جيم با جيم ولا باء ولا ألف؟ باء باء أستاذ باء تمام أنا بحلها يلا اللي بعديها 39 تمام سين كم تقول لواحد؟ لواحد كاف تساوي 6 هو 8 سين زائد 2 كاف يساوي 6 يعني زائد 8 سالب 1 8 ناقص 8 إذا سين تساوي 2 تساوي سالب 2 سالب واحد سالب واحد حكيتها سالب واحد يلا اللي بعديها تمام عندما سين تساوي اثنين عندما سين غير موجودة غير موجودة غير
موجودة طبعا غير موجودة. لكن إضافة الاثنين موجودة؟ موجودة موجودة ثلاث ثلاث إضافة الاثنين تساوي ثلاث. تمام إضافة الاثنين تساوي ثلاث. يلا هاي غير موجودة سالب 2 1 جيم. برافو عليك سالب 2 1 والله صرت معلمي فينا دون. يلا اللي بعديها. تمام 2 قاف تساوي 12 على 2 على 2 اذا الجواب تساوي 36. 36 6 تربيع بيطلع 36. تمام هيك تمام ولا مو تمام؟ تمام حلو هيك التدريب. طب ايش رايك لو راح اتركهم انا لانه مكرره صح؟ نفس الماده ورقه ببعث لكم ورقه على الواتس نفس الماده هاي تدربوا عليها لحالكم تحلوا لي واحد يحل لي 50 يلا يا جماعه بدناش نضلنا نعيد على ثلاثه بدنا نكرر نغير سين تقول لاثنين لاثنين سين تقول لاثنين 40 ناقص 2 ميم 4 سين ناقص 2 ميم نعم اوكي زائد 4 4 4 في 2 8 8 ناقص 16 يعني 8 ناقص 8 ناقص 8 اذا 16 ناقص 8 سالب 4 استاذ سالب 4 سالب 4 برافو عليك اذا الاجابه الصحيحه مين سالب 4 لا الاجابه الصحيحه بالي هي سالب 4 اللي وراها لما سين تقول لواحد اثنين غير موجودة لسالب واحد أقل من خمسة سالب ثلاثة سالب ثلاثة يا اثنين يا سالب ثلاثة أني أصبح منهن اثنين اثنين سالب واحد اثنين أقل من خمسة مين اللي جاوبت غير موجودة جاوبت غير موجودة جاوبت على الخمسة ده يلا اللي بعديها تمام عند أي قيمة بيكون الاقتران متصلاً؟ واحد عند السين تساوي أربعة واحد من اليمين ومن اليسار ليش؟ الأربعة مش متصل هيو مكسور وعند اثنين مكسور وعند الستة في دائرة مفتوحة الواحد هو الوحيد اللي جاء متصل صح؟ مزبوطة انتبهوا اقرأوا السؤال جيدا قبل الإجابة ما تجاوبوا على اللي براسكم طالب 2 1 اقرأ ب 2 1 ايش يعني ايش يعني ضل سهلا والله 57 57 تمام 18 على 0 تبقى غير 18 على 0 طالب 2 18 0 غير موجودة غير موجودة شو رأيكم يا جماعة لا سالب 2 سالب 2 ليش غير موجوده لا ليش غير موجوده من صفر على صفر هاي ولا طلعت المقام صفر هي 18 على سالب 9 بطلع جواب سالب 2 تمام ممتاز يلا اللي وراها هاي سالب 2 قيمة ثابت لام 2 جيم 4 لام تساوي 8 اذا لام تساوي 2 جيم صح يلا اللي بعديها ثلاث ثلاث إلى خمسة ليش؟ ثلاث مش لازم تعوضي فوق وتحت؟ لا ليش؟ لو سين تقول لخمسة لو سين تقول لاثنين ايوه برافو بالضبط احسنتي يلا 60 سؤال 60 ما قيمة سين التي يكون عند الإلكترون غير متصل غير متصل ثلاث بس ثلاثة هي مبينة دائرة مفتوحة ولا في أسهل من هيك سؤال يلا هاي صفر ثلاثة باء باء سنت أصفار المقام يعني بتخلي المقام يساوي صفر يعني بتقول هيك سين في سين ناقص ثلاث تساوي صفر إما سين تساوي صفر أو سين تساوي ثلاث طيب هاي السؤال الأول وحدة التفاضل هسه دخلنا على الوحدة الثانية
طبعا في أسئلة أصعب من هيك، بس يعني إحنا خلينا ندرب على هذول بعدين نروح بندربكم على شيء أقوى شوي. مرة مرة يلا هاي معدل التغيير. لاحظي معدل التغير للاقتران قاف. والله طويلة بدها شغل صح؟ آه شوي. هاي تربيع. هسا أنت عندك سين واحد قديش؟ اثنين. وسين اثنين قديش؟ أربعة. هاي من إلى. طب صاد واحد قديش؟ بدنا نعوض اثنين في الاقتران. يلا عوض اثنين في الاقتران. قاف لاثنين. ستة. ستة ناقص أربعة. اثنين. إذن هاي اثنين. يلا صاد اثنين. 12. عوضي إيش؟ عوضي أربعة. 12 ناقص سالب 16. أربعة. اللي بتطلع سالب أربعة. إذا هون سالب أربعة. طب دلتا صار دلتا سين شو تساوي؟ سالب أربعة ناقص سالب 2 على 2. أربعة ناقص 2 على أربعة ناقص 2. ناقص 2. سالب 6 على 2. ناقص صاد 1 على سين 2 ناقص سين 1. سالب 6 على 2. على 2 بيطلع سالب. سالب 3. بقى. ردوا تدربوا عليها هاي. يلا هاي اللي بحلها بطل. قاف سين يساوي سين أس كم أستاذ؟ نعم. سين أس كم سبعة؟ سبعة. ناقص ستة سين. والله هاي شغلة طويلة هاي بدي أقول أعوض هسا بدي شيء. شو يعني قاف واحد زائدها؟ يعني بدي شيء سين وحط واحد زائدها. أس سبعة ناقص ستة في واحد زائدها. وبعدين افكفك اقواس واقول اشطب وتم انها تطلع معي الجواب. معقول هيك يكون حلها؟ يعني بصير صعب حلها هيك. ممكن ترى نفس المساله اعطيك اياها بطريقه مختلفه شوي. اعمل لك اياها هيك طلعي نهايه عين تقول لواحد لقاف العين ناقص قاف الواحد على عين ناقص واحد. نذكركم بشي هاي. عين تقول لكم؟ عين تقول للواحد. يعني هاي المسألة هي نفسها هاي المسألة على فكرة. بذكركم بشي هاي. المفروض ذكركم بشي. هذا المنظر بس تشوفوه على طول بروح على مخك على وين؟ المشتقة الأولى. تعريف المشتقة. بالضبط. إذا هاي بتنحل على تعريف المشتقة الأولى. معناته أنا ما راح أقول أعوض وأحسب وكذا. لعد شو اللي بدي أسويه بالضبط؟ بقول إنه هاي أصلاً هي قاف فتح الواحد مباشرة. لأنه هذا المنظر هو منظر تعريف المشتقة. راجع تعريف المشتقة بتلاقوا هيك منظر واحد من مناظره عندنا شكلين هما تاع العين وتاع الهاء. تاع الهاء هيك شكله. إذا قاف فتح الواحد معناته شو بسوي؟ بروح مشتق هاي. يلا اشتقوا لي إياها أشوف. قاف فتح سين شو بتساوي؟ سبعة سين. أيوة. سبعة ناقص ستة. ناقص ستة. عوض بواحد أشوف. واحد يساوي. بيساوي واحد. الجواب. انتهى السؤال خلص. خلص هيك الجواب. شفت كيف حسبتها؟ مرة ثانية ايش اللي سويته بالضبط انا؟ بس اطلعت على منظر النهاية هاي اتعرفت انه هذا تعريف مشتقة. ممتاز؟ مدام عرفت انه هذا تعريف مشتقة اذا على طول بروح بشتق الاقتران ومعوض بالقيمة اللي هون. شايفينها؟ او اللي هون هي نفسها. لو كانت بمنظر العين نفس الشيء بعمل نفس الجواب بطلع. طب يمكن يطلب مني طلب ثاني؟ غير احسب النهاية. ممكن اقول اجيب ميل المماس عند الواحد. بتغير الحل؟ الجواب لا. لانه ميل المماس هو المشتقة الاولى. يلا رقم ثلاث. استرجعوهن شكلكم ناسينهن هذول. يلا. يلا اشتقوا عوضوا بواحد. احكوا لي كم الجواب. مين بيعرف يشتقها هاي؟ يلا باي شوي بس.
لا لازم أسرع أسرع. يلا وين رحتوا؟ دقاق مش بيطلع اثنين سين. أول شيء خلنا نسترجع شو مشتقة الثلاث؟ صفر لأنه ثابت. الاثنين بتظلها ثابتة لأنه ما يعني مضروبة في اقتران فما بنشتقها. اثنين ضرب انزل. شو مشتقة جذر سين؟ سين أس واحد عد. لا 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 أسرع أسرع بدي طريقة سريعة. طلع شو بتسوي مشتقة الجذور بس الجذر التربيعي هاي بتعمل الطريقة اللي بتحكيها. تعمل خط كسر كويس؟ تكتب اثنين ضرب الجذر زي ما هو. اشتقي ما تحت الجذر بس شو مشتقة السين؟ واحد. عيدها؟ مرة ثانية. أنا بدي اشتق قاف سين. خلنا ناخذ صفحة جديدة بس معلش نسترجع هالمعلومة لأنه شكلكم طولتوا وانتوا تسووا فيها. المفروض ما تاخذش منكم وقت. بشكل عام لو أنا عندي قاف سين يساوي جذر سين كيف بشتقها؟ بعمل خط كسر. اكتبوها عندكم القاعدة اكتبوها عشان يعني تصيروا تحلوا عليها أسرع لكم. ما بعمل أس نص وكذا. هذا أول ما تعلمنا كنا نعلمكم هيك إنه أس نص نزل الأس اطرح الأس واحد وكذا. لا أسرنا سريع بقول اثنين ضرب الجذر اكتبوها عندكم كقاعدة بالعربي. اثنين ضرب الجذر والبسط مشتقة ما تحت الجذر. تمام؟ تمام. يلا الآن خذي واحدة ثانية. لو قلت لك قاف سين يساوي أربعة جذر سين اشتقي لي إياها أشوف. نفس القاعدة بعمل خط كسر أربعة على اثنين جذر سين. الأربعة ما لهاش دخل بتظلها فوق الأربعة. هاي الأربعة بسوي حالي مش شايفها يعني قصدي فوق. اعملي هيك طلعي عشان ما تتوهيش. اكتبي أربعة ضرب. تمام. لما يكون عدد ثابت مضروب في اقتران الثابت بيظل موجود ما بشتقه. ضرب يلا. الجذر شو مشتقته؟ زي ما سوينا قبل شوي اثنين في الجذر على فوق مشتقة ما تحت الجذر. هاي هيك اشتقناها على السريع. طب واحدة ثانية لو أعطيتكم هاي اشتقوا لي هاي. كيف اشتقها؟ نكتب خط كسر. خط كسر اثنين في الجذر نفسه. اثنين في الجذر نفسه بالضبط. اكتبيه زي ما هو. لما اقول الجذر نفسه يعني تكتبيه زي ما هو. البس شو اكتب فوقه؟ 12 سين اس 3 زائد 6 بس خلصنا. شفت كيف هون لا عملت اس نص ولا عملت قصص ولا شيء. وصلت؟ هيك اسرع كمان. اسرع كثير. هذا احنا اول ما تعلمنا بالطريقه هذيك بعدين خلص صرنا في عندنا قاعده اللي هو اسرع نمشي عليها. انا طوالي هالسيارات صار حلها سهل. نقتصر اثنين مع اثنين وبنعوض مكان سين بواحد يعني بيطلع واحد الجواب. واحد وهو ميل المماس. وهو ميل المماس. يلا سؤال اربعه. قاف الواحد اثنين وها الواحد ثلاث وقاف فتح الواحد سالب اثنين وها فتح الواحد واحد بدو قاف في هاء الكل فتحة للواحد. سهلي يعني هي عبارة عن قاف فتحة الواحد فيها فتحة الواحد. مظبوط؟ قاف الواحد سالب اثنين في واحد ويساوي سالب اثنين. سالب اثنين. طب وين ما في جواب سالب اثنين؟ حتى كم غلط؟ غلط؟ مو ده السؤال غلط احنا غلط. منو الغلط؟ يا اما السؤال غلط يا اما انا غلطت وانا بحل. ما
بشوف ولا واحد فازع ولا واحد قايل لي ايش اقول ايش اسوي هون على على قاعده الضرب. ايوه طيب ما تصيحي قولي. اسالك بدي اجيب قاف فيها الكل فتحه للواحد غلط اللي عملته انا شو الصح؟ يلا نتذكر قاعده الضرب. قاف فتحه الواحد فيها الواحد مشتقه الثاني زائد زائد الثاني في مشتقة الأول الأول في الثانية زي ما بدك اعكسيه مش فارقة. يلا قاف الواحد قديش؟ اثنين اثنين ضرب ها فتح الواحد قديش؟ واحد واحد زائد قاف فتح الواحد قديش؟ ثلاث اثنين ضرب ها الواحد قديش؟ ثلاث صارت اثنين ناقص ستة قديش؟ سالب أربعة سالب أربعة سالب أربعة أربعة سالب أربعة مش أربعة بالضبط كيف؟ قانون الضرب. طب لو نفس السؤال يلا مش مهم انه البديل موجود ولا مش موجود لو قلت لكم قاف على ها الكل فتحة عند الواحد سقط قسمة هاي صح؟ يلا طبقي اشوف طبقيها طلعي لي الجواب يلا المقام في مشتقة البسط ضرب البسط في مشتقة المقام على المقام تربيع دقليني طيب مدامك تجاوبي دقليني شو اكتب؟ هلا ها حتى تحكي لي المقام وهيك احكي لي مثلا ها كذا قاف كذا قاف فتحه كذا هيك تمام هلا اول شيء ها راح تكون تربيه المقام تربيه يعني ايش اكتب؟ ها ثلاثه تربيه تسعه ها الواحد ها الواحد هيك تربيه بعدين لا تعوضيش اول شيء انت علم بدون مفعول ها مربع المقام بعدين فوق شو اكتب؟ ها الواحد برافو في قاف الواحد قاف فتحة فتحة الواحد ناقص هلا ناقص قاف الواحد فيها فتحة الواحد براو عليك هيك صح هلا عوضي يلا ها الواحد قديش ثلاث ضرب قاف فتحة الواحد قديش سالب اثنين سالب اثنين قاف الواحد اثنين قاف الواحد هي قاف فتحة الواحد هيا تمام سالب اثنين ناقص قاف اثنين. الواحد قديش اثنين ضرب ها فتحة الواحد واحد واحد الكل على ها الفتحة تربية ها ثلاثة تربية قديش بطلع الجواب يلا خلنا نحسب الحسبة ثلاثة في سالب اثنين سالب ستة ناقص اثنين على تسعة صح ثمانية على تسعة ما طبعا هو مش سائل عنها بس انا بسال عنها يعني لو ممكن نبدل السؤال نحط لكم بداله قسمه بدل الضرب قسمه متى ابغى اشتق كل واحده لحالها لو كان زائد او ناقص يلا هاي هاي سهل المفروض تجاوبوني على السريع هذا المنظر منظر مشتقه صح مشتقه مين مشتقة المكتوب هون شو مكتوب؟ قاف الواحد يعني قاف الواحد الإجابة قاف الواحد شو رأيكم؟ لا أستاذ قاف فتحة قاف فتحة مش قاف الواحد قاف فتحة الواحد مشتقة قاف الفعل الواحد هذا تعريف مشتقة إذا لازم يكون مشتقة يعني إجاباتك راح يكون يا با يا دا طب ليش ما اخترنا با ليش مش با اللي صح؟ ها لانه اللي بيكون اني المشتقه عند العدد اللي مكتوب جنب الها هون شفتي مش مكتوب عند الها اللي هون بنطلع على اللي جنب الها اللي في جوا القوس طيب بناء عليها مين يقول لي لا خلاص خليكي كملي يلا اللي وراها سته خلينا ماشيين بالترتيب قاف سين بيساوي أربعة ناقص ثلاثة سين تغيرت سين من ثلاثة إلى خمسة فإن دلتا سين تساوي اثنين خمسة ناقص ثلاثة خمسة ناقص ثلاثة أكيد كيف طلعتيها بسرعة هيك شاطرة لأنه سين واحد ثلاثة سين اثنين خمسة دلتا سين اثنين ناقص سين واحد مظبوط معروفك كملي لي معروفك أعطيني دلتا صاد قديش يلا بنعوض عوض يا شو
صاد واحد اللي هي 3 3 3 9 4 ناقص 3 سالب 5 صحيح؟ صحيح. لما تعوضي هون دلتا صاد وشي صاد 2 لما تعوضي 3 هون 4 في 9 4 ناقص 9 سالب 5 اللي هي قاف الثلاث قاف الثلاث طلعت سالب 5 مظبوط وقاف الخمسة سالب 11 سالب 11 اللي هي تعوضي هون ايش 5 4 ناقص بيطلع سالب 11 مظبوط. طب ودلتا صاد اني واحدة من سالب 5 ولا سالب 11؟ سالب 11 ناقص سالب 5 برافو عليك سالب 11 ناقص سالب 5 يعني صارت سالب 11 زائد 5 يساوي سالب 6 إذا جواب يكون دلتا صاد سالب 6. طب افرضي كان السؤال أعطيني معدل التغير 2 على 6 طيب افرضي أنه السؤال من البداية كان جد معدل التغير لهذا السؤال نفس ما يعني خلانا مش لحظة شوية بس خليكي معي بدي أعطيكي طريقة سريعة أنا فإن معدل التغير يساوي شو بتجاوبي؟ نفس ما مش موجودة لا طويلة هاي طريقتك أنا بحلك إياها بشفوي بسرعة بحلها بدون ما أمسك القلم بحلها كيف؟ يلا طلعي نوع الاقتران شو؟ شو نوع الاقتران؟ كثير الحدود خطي خطي بس أي كثير حدود هاي الطريقة السريعة اللي بدي أشتغلها تشتغل بس مع مين؟ مع الخطي تعمموها هاي بس مع الخطي إذا كان الاقتران خطي فمعدل التغير هو معامل سين بس سالب 3 ولا تسوي ولا إشي لا تعوضي ولا إشي فهمت السؤال؟ إذا انعطت قاف سين كثير حدود درجة أولى خطي وطلب مني معدل التغير ما في داعي تعملي حسابات خذي معامل سين وخلاص انتهى السؤال. طيب سؤال ثاني برضو هذا من الأسئلة السريعة لو أعطيتك قاف سين تساوي ألف حيث ألف ثابت ماشي وتغيرت سين من 3 إلى 9 بدي تطلعي لي دلتا صاد دلتا سين قديش يعني هالمرة الاقتران اللي أعطيتك إياه اقتران ثابت شو معدل التغير بيكون؟ هذول حالتين خاصات زي الحفظ بنحفظهم يعني الاقتران لما يكون كثير حدود درجة أولى معدل التغير هو معامل سين خلصنا معدل التغير يكون معامل سين ولما يكون ثابت شو بيكون معدل التغير؟ شو تكتبت؟ صفر صفر لأنه قاف سين واحد يساوي قاف سين اثنين هذول حالات خاصة إذا أعطاك خطي أو ثابت معدل التغير سيجد الحساب يلا هاي سبعة هاي سينوس ستة هذا برضو منظر مشتقة صح؟ يعني هاي عبارة عن قاف فتح الواحد فكيف طلع قاف فتح الواحد؟ تصير هاي 6 سين أس 5 بالضبط اشتقيها 6 سين أس 5 وبعدين بتعوضي مكان سين ايش؟ واحد 6 في 1 6 ما لكم جماعة كيكو هاي مستصعبين هاي النوعية صح؟ هاي مش صعبين النوعية طيب لو قلت لك هيك اثنين شو بتجاوبي؟ فتحة اثنين بتصير اثنين بالضبط بتشتغلي عادي بتعوضي مكان سين اثنين طبعا بجيبون سهلات يعني اللي تحسبين بسرعة ما تقعدي ساعة ممكن تحسبين يلا ثمانية با باء تاز أقل نقطة
طب ليش مش دال؟ أدال لأنه ضرب مش قسمة. لا أستاذ هاي ضرب دال زائد على القسمة. لا الطرح على القسمة دال الصح. الطرح على القسمة. آه باي شفتوا كيف؟ طلعي باء ودال طلع عليهن زي بعض. بس الإشارة. راح تضيعنا. راحت علامتين. يلا هاي. أني واحدة منهم بتمثل قاف فتحة الاثنين هاي ولا هاي؟ ألف. ولا هاي ولا هاي؟ طلعي في جيم ودال كمان. ألف. جيم دال. أني الصح منهم اللي بتمثل قاف فتحة الاثنين هي ألف. أنت جاوبتي ألف بس مش بتيجي لك. آه ما هو عشان هيك. آه وعشان هيك كويس إنك ما شفتيهنش. هاي هاي صح. بس لو كاتب قاف فتحة السين لو هيك كاتب كان اخترت مين؟ كان اخترت جيم. كان شو اخترت؟ جيم. آه مزبوط. جيم. لأنه هنا مش محطوط اثنين أو واحد أو شيء مكان السين هون شفتينها؟ حاطين مكانها عدد فبقت السين خلاص. طب سؤال. دال شو تمثل؟ يعني لو بدي اكتب هون تمثل ايش اكتب؟ اكتب قاف فتح سين؟ لا لانه هي اصلا قاف فتح سين. هاي قاف فتح سين بس هاي شو هاي؟ قاف سين. هاي قاف فتحتين السين. ليه؟ لانه عندك هون قاف فتحة هي مشتقة الاقتران المكتوب هون. هذا تعريف المشتقة. مشتقة مين؟ مشتقة اللي مكتوب هون. فإذا مكتوب قاف هو قاف فتحة. فإذا مكتوب قاف فتحة زي قاف فتحتين. تمام. مش مطلوب منكم بس يعني مش غلط احنا نكون عارفين. يلا بده ميل القاطع هون. ميل القاطع هو نفسه دلتا صاد الكسين صح؟ يلا هون شو بنعمل؟ سين واحد صاد واحد سين اثنين صاد اثنين لأنه هاي نقاط. نحكي واحد ناقص أربعة قديش على واحد ناقص سالب اثنين بطلع واحد. بطلع جواب سالب واحد هون بطلع سالب ثلاث على ثلاث بطلع سالب. سالب واحد برافو. اللي بعديها 11 أستاذ بس معلش ارجع أغلبك أرجع لهي صاد اثنين واحد ناقص أربعة في واحد على واحد ناقص سالب آه تمام تمام 100% بس تكوني حذرة في الحسابات ترى. إحداعش هذا صعب سؤال إحداعش صح. صعب سالب. قاسين يساوي سين تربيع وتغيرت سين من اثنين إلى أربعة فإن مقدار التغير في صاد يساوي 12 كيف تعطي 12 بنعود اثنين تربيع أربعة وأربعة تربيع 16 بتساوي أربعة وقاف الأربعة بتساوي 16 إحنا شو 16 ناقص أربعة فصاد إحنا بس 16 ناقص أربعة يساوي 12 إذا الجواب 12 طيب سؤال 12 يلا هذا صعب كثير صعب نقول لكم لما تشوفوا هذا المنظر شو تكتبوا هون شو اكتب على اليمين هون من عندي اسئله السؤال قاف فتحه السين ممتاز طب وين قاف سين اللي هو جيب ثلاثة سين طب اشتقي لي جيب ثلاثة سين يعني اعتبر السؤال هيك انت انه قاف سين اعتبر انه هيك انه قاف سين تساوي جيب ثلاثة سين انت اشتقيها تقول هي قاف فتحة سين يلا اشتقيها شوف سالب ثلاثة الجتا أيوة مشتقة لا غلط شو مشتقة جيب شو مشتقة جيب جتا جتا تكامل مش تكامل تكامل الجيب سالب جتا مشتقة الجيب جتا جتا بن سالب خلاص مشتقة الجيب جتا خلاص انتهى السؤال ولما انتهى انتهى لا ما انتهى ضرب ثلاث من وين جبت السلام آه ليش؟
مش تحت الزاوية. هاي قاعدة السلسلة اسمها. نتذكر. شو مشتق الجيم ثلاثة سين؟ طلعي هسا أنت اللي أخذتيها القاعدة هيك إنه مشتق الجيم سين. شو مشتقتها؟ هيك القاعدة اللي أخذناها هي جتا سين. بس لازم نكمل في مشتقة الزاوية. فأنت لازم بس تخلصي مشتقة الجيم جتا بعدين تشتق الثلاثة سين مشتقتها ثلاثة. واحدة ثانية زيها خلينا نتدرب عليه. لو أعطيتك قاسم بيساوي جيب سين تربيع زائد خمسة سين. يلا اشتقوا لي هاي. جتا سين تربيع زائد خمسة سين. جتا الزاوية زي ما هي. ركزي معاي. جتا الزاوية زي ما هي. هيك ما خلصت المسألة. ضرب. سين زائد خمسة. افتحي قوس اشتقي الزاوية. سين زائد خمسة. هيك صح. بس اثنان سين زائد خمسة لو كتبتيها بالأول يعني هيك. عادي يعني هاي الكتابة أو هاي الكتابة ثنتين صح. طب اشتقوا لي هاي. لا صعب عليكم. كيف اشتقى جتا جذر سين؟ سالب جاي. ايوه اذا ما اشتق بقول قاف فتحه سين تساوي اتركي بقى فراغ شوي. سالب جيب الزاويه زي ما هي. خلاص خلصنا؟ لا. لا. واحد على اثنين جذر سين. واحد على اثنين جذر سين. من وين جبت واحد على اثنين جذر سين هاي؟ مشتقة الجذر. هسا تعلمنا مشتقة الجذر بطريقة سريعة. نعمل خط كسر ونكتب اثنين في الجذر مشتقة ما تحت الجذر فوق. هاي ديروا بالكم عليها. يلا. إذا هنا شو الجواب؟ ثلاثة جيب ثلاثة سين صح؟ ثلاثة جتا. جتا مش جيب. ثلاثة جتا صح. يلا هاي وراها 13. بنطلع قاف الفتحة للثلاث. ايوه قديش قاف فتحة للثلاث؟ اثنين. بس لانه خطي الخطي سهل اشتقاقه. يلا هاي رقم 14. يلا هسه حكينا هسه حلينا واحدة زيها. جتا ثلاثة سين. سيبي لحالي بعطيني الجواب الصافي. استاذ هاي على قاعدة الضرب؟ لا 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 ما شوفي لما يكون في ثابت ما تطبقي قاعدة الضرب. الاثنين سوي حالك مش شايفتيها يعني يقول اثنين ضرب. اثنين ثابت لما يكون في ثابت لا تطبقي قاعدة الضرب. هو بتنحل على قاعدة الضرب بس طويلة يعني ليش اسويها هيك؟ متى بس بيطلع اثنين سين بعمل قاعدة الضرب. بيطلع الجيم؟ غلط. جيم غلط. جيم غلط. قربتي انت قربتي با استاذ اثنين جا لا غلط لا دال سالب ست دال شو رايكم جتا الجتا مشتقتها سالب جيب ثلاث اذا الاثنين اول شيء بتنزل ما لنا دخل سالب نحطه على اليمين شو مشتقت الجتا جيب جيب ثلاثة سين طب وين مشتقت ثلاثة سين شو مشتقة الثلاثة سين؟ ثلاث سالب اثنين بثلاث سالب ستة إذا مين الصح؟ دال بس ليه طلعنا سالب الاثنين؟ هو اثنين موجودة أصلاً هيا شفتيها اثنين؟ تمام ما لاش دخل بالموضوع حطيها اثنين ضرب ماشي؟ هسا بنشتق جتا ثلاثة سين لحالة بس اشتقي لي يا لحالة سالب جتا سالب ثلاثة سين في ثلاث شيء ضربنا الاثنين في السالب ثلاثة ايوه سالب ستة تمام هيك طلعت معاك بهاي الطريقة صعب يلا هاي هاي سين تكعيب زائد ثمانية نطلع قاف الفتحة للاثنين يلا طلعيها او شي اقرأي قاف فتحة نعم سين تربيع عوضي باثنين 12 يلا اشتقوا لي هاي جيب ناقص جتا جيب جتا جيب سين ناقص جتا سين شو مشتقتها الجي جتا والجتا سالب جي
أيوة. شو بتصير؟ جي زائد جتا. جتا زائد جيب أو جيب زائد جتا. ممتاز. إذن ألف اللي صح. صح؟ هون دلتا سين كم؟ 17. تغيرت سين من 1 إلى 5. 4. 4. بس. هذا جواب سهل. طب ودلتا صاد دلتا سين شو بتساوي؟ بنعوض. 2. هسه قلت لكم إياه. لأنه خطي. ما تعملي تطويل. طوليهار. خذي معامل سين وخلاص. هذا بس مع الخط يعملي هيك. يلا 18. انت ما قف سين ساسد. هاي عبارة عن قاف فتحة 9 صح؟ اها. أنا تشتقيها العضو 9. واحد بيطلع. بدنا نقول ايه؟ قاف فتحة سين، مش خلينا نشتقها. يلا 6 ضرب خط كثر. واحد على 2 في مشتق فتحة الجذر. هسا عوضي بتسعة قاف فتحة 9 بيساوي 6 ضرب 1 على 2 في 3 صح؟ انه جذر التسعة 3. اختصري هذه مع حالي بيطلع 1. بدنا نجاوب 1. اللي وراها 19 بنوقف عند 20. يلا كاف تربيع سين، كاف عدد ثابت، فإن قاف فتحة سين شو تساوي؟ بننزل الأس، نطرح الأس. اثنين كاف. كاف سين. ولا اثنين كاف لحالة. شو؟ على فكرة السؤال هذا فيه خطأ شوي. هذا لحظة شوي، السؤال لازم يكون هيك، كاف سين تربيع. هو بده هيك السؤال. كاف سين تربيع بتساوي 2 كاف سين ألف. إذا هيك ألف. طيب أنا بدي نعكسه، بدي نخليه زي هيك، كاف تربيع سين، يعني قاف سين تساوي كاف تربيع سين. إيش تقول إياه؟ 2 كاف سين. 2 كاف سين صح؟ كاف فتحة سين شو بيساوي؟ لهذا السؤال شو بيطلع؟ انسى البدائل، بيساوي 2 كاف سين. في حدا معترض؟ ولا كلكم متفقين؟ وين مشتق الثابت؟ مشتق الثابت صفر. مو هذا مش ثابت، في سين يا مرام. الكاف هي الثابت، السين مش ثابت. يلا. نحكي انه مشتق السين واحد يعني؟ ايوه. طيب يعني ايش جوابي صح على 2 كاف سين؟ يعني لا 2 كاف بس. 2 كاف مضبوط كلامك. شو رايكم يا جماعه؟ 2 كاف الجواب. والله يا خسارة التعليم. شو الجواب؟ هذا الجواب الصح، كاف تربيع. ليش؟ لا شو بتشتقي 5 سين انت؟ لما يكون عندك قاف سين يساوي 5 سين، كيف بتشتقيها؟ 5 تاخذي معامل سين بس. الكاف ليش بتشتقيها؟ ليش بتنزل الأس وتطرح الأس واحد وتعمل فيها قصة؟ ما هي ثابت، هاي عبارة عن ثابت. إذا شو مشتقة كاف تربيع سين؟ كاف تربيع بس، انتهى السؤال، خلصنا. زي ما تشتقي 5 سين مشتقتها 5 صح ولا غير كلامي؟ إذا في هذه الحالة شو لازم تعملي؟ بس تاخذي معامل سين. الكاف تربيع حتى على كل الأحوال ما راح تنزل الأس وتطرح من الأس واحد بكل الأحوال. وصلت؟ يعني نعتبر كاف تربيع هي معامل سين. هي بالضبط، مش تعتبريها هي هيك، ما تعتبريها هي هيك. الكتابة هذه بتدل إنه الكاف تربيع هي معامل سين. تمام. هو بس هو بيسألك عن الكتابة، يعني بيسألك عن اللغة، هل أنت فاهمة إنه هاي معناها المعامل سين ولا مش فاهمة؟ الواضح إنكم أنتم مش فاهمينها. فلازم تعرفوها إنه لما يكون عندي أنا مقدار مضروب أو عفواً أي رموز وحاكي لنا ثوابت مضروبة في سين بتعامل معاها كسين، أنا عيني على السين مش عيني على الثابت. فشو مشتقة كاف تربيع سين؟ كاف تربيع بس.
طيب هسه بدنا ننتقل، خلي ابدا بوديكم اياها هاي الورقه ان شاء الله تتدربوا عليها. بدي اروح معاكم على امتحان الكتروني، جابوني علي من مس، اظن مس مسويته للادبي، خلينا نشوفكم شاطرين ولا لا، خلي يصلح لكم اياه. مين بده يجاوب؟ هينا ما اسرع واحد يجاوب والباقي بيغششوا زي نظام التعليم الالكتروني الحالي. شو رايكم؟ ايوه هياتوا هذا على الفورمز، هياتوا يلا تعال نشوفكم. اختبار تطبيقات التفاضل من مس هبه السكراني اسمها. يلا نبدا، خلينا نشوفكم. ميل المماس قاف سين لسين تربيع ناقص ثلاث عند سين يساوي واحد، هو احسبوا وقولوا شو الجواب، ألف ولا باء ولا جيم ولا دال. هذا قصد الوزير ترى في الوزارة، إنه بيجيك سؤال زي هيك بتحليه على الدفتر وبتأخذ إيش الجواب النهائي بس. سالب واحد ألف، يعني أحط ألف، أنا بدي أرد عليك إياها، ما راح أصلح لك أنا. اللي بعديها، إذا كان قاف فتحة سين يساوي سين تربيع ناقص سين ناقص اثنين، فإن فترة تناقص قاف هي هون خلينا نسترجع. قاف فتحة سين شو بتساوي؟ سين تربيع ناقص سين ناقص اثنين. خلينا نفتح صفحة جديدة. هون المفروض إنك أنت بتروحي على دفترك السعيات وبتدي تشتغلي بهاي الطريقة، بتقولي قاف فتحة سين شو بتساوي عقدي لي؟ قاف فتحة سين شو بتساوي؟ سين تربيع ناقص سين ناقص اثنين. طب احنا كيف نطلع فترة التزايد والتناقص؟ خلينا نتذكرها، كنا نخلي المشتقة بتساوي صفر صح؟ بذكركم انا، بعدين كنا نحللها سين سين اثنين واحد سالب موجب، اذا اما سين سالب واحد او سين تساوي اثنين، عند سين يساوي سالب واحد عند سين يساوي اثنين هذول بسموهم نقاط حرجة او قيم حرجة. بعدين كنا نعمل خط اعداد، تذكرتوا هذا الحكي؟ وهون سالب اثنين واثنين، بعدين كنا نجرب عدد واقع بين سالب واحد واثنين مثلا صفر، عوضي بالمشتقة الأولى بيطلع سالب، هون بيطلع موجب وهون بيطلع موجب، إذا هذا متزايد متناقص متزايد. متزايد. إذا وين فترة التناقص؟ من سالب واحد إلى اثنين. اثنين. نرجع للسؤال، نرجع للامتحان، إيش أختار؟ سالب واحد لاثنين ألف. ألف. اللي بعديها، إذا كان قاف سين يساوي ثلث سين تكعيب زائد سين، فإنه يوجد اقتران قيم حرجة عند، شو لك تسوي يعني؟ بدك تشتقي وتسويها بالصفر. يلا نروح نحلها، ثلث سين قاف سين يساوي ثلث سين تكعيب زائد سين، يلا اشتقوا لي اياها شوف على السريع. سين تربيع زائد واحد تساوي صفر، يلا حلي لي اياها هاي. سين زائد واحد سالب واحد. طب عمرها سين تربيع بتطلع سالب واحد؟ لا، فيش عدد بين ربع وبطلع سالب واحد، عدد حقيقي يعني قصدي. شو اجاوب؟ هي ناقص، عفوا هي ناقص، اسف احنا كتبنا زائد، هي ناقص واحد، هيك تغير الحل، هيك فرق بين مربعين. يلا شو بتطلع؟ سين زائد واحد سين ناقص واحد، اذا سين تساوي واحد او سين تساوي سالب واحد. اعمل خط اعداد. بدون خط اعداد، هو مش طالب التزايد والتناقص، وطالب القيم الحرجة. قيم الحرجة. لا فيش داعي تكملي. شو نختار؟ جيم واحد وسالب واحد. فوق استاذي، فوق هاي مش هاي. انا بطلع على هاي شو دخلها. اذا واحد سالب واحد جيم، اذا نختار جيم. يلا اللي بعديها. اذا كان قاف فتحة سين بيساوي هذا المقدار، سين تكعيب ناقص اربعة سين. فإنه يوجد للاقتران قيم حرجة عند سين يساوي، يلا زي ما سوينا ذلك بنشتقها بنسويها بالصفر بنحل صح؟ تمام. لا مش تمام. لا هاي مشتقة قاف الفتحة سين. هاي مشتقة مخلص، هاي مشتقة مخلص، إذا لا تشتقي. يعني هي شو هي اللي مشتقها؟ هو بقول لي قاف فتحة سين بنساوي سين تكعيب، خلينا نذكرها سين تكعيب أيها ناقص أربعة سين، يعني هاي سين تكعيب ناقص أربعة سين هاي المشتقة جاهزة،
إذا ما بشتق مرة ثانية. لو كانت قاف سين بشتق مرة ثانية. هسا بس بسويها بالصفر. يلا خذ سين عامل مشترك. شوف السين سين تربيع ناقص أربعة يساوي صفر. برضو هم تتحلل. صح؟ إذا إما سين صفر أو سين اثنين أو سين سالب. جيم. إذا من الحرجة. جيم. يلا اللي بعديه. سؤال اللي بعده. إذا كان الاقتران قاف قيمة صغرى محلية، شو يعني قيمة صغرى محلية؟ يعني المشتقة عندها بتساوي صفر. هاي معنى قيمة صغرى محلية بس. يعني قاف فتحة عندها بتساوي صفر. شو الجواب بده يكون؟ دال صفر. دال صفر بالضبط، لأنه هو عنده ثلاث وسالب واحد، لأن قاف فتحة الثلاث بتساوي صفر. هاي معنى قيمة صغرى محلية. اللي بعديها. فترة تزايد الاقتران سين تكعيب زائد ثلاثة سين زائد واحد، هاي بدنا نشتغلها. سين تكعيب زائد ثلاثة سين زائد واحد، قاف سين يساوي سين تكعيب زائد ثلاثة سين زائد واحد. بنطلع التزايد، إذا بدي اشتقها ثلاثة سين تربيع زائد ثلاث، سويها بالصفر، خذ الثلاث عامل مشترك، سين تربيع زائد زائد ولا ناقص، بس خلنا نتأكد لما لا زائد. زائد. إذن زائد واحد يساوي صفر. طبعاً ثلاثة يساوي صفر مستحيل. وسين تربيع زائد واحد يساوي صفر. لا تحلل. لا تحلل. أحسنتي. طب شو أعمل؟ هو بسألني عن فترة التزايد. شو بسوي؟ بروح بجيب خط أعداد وبكتب قاف فتحة هو. وبدرس إشارة قاف فتحة هاي. حط صفر مثلاً. عوض المحل سين صفر. شو تعطيك؟ موجب. إذن هذا متزايد على حا كلها. متزايد إيش؟ على حا كلها. متزايد دوماً. إذن إيش الجواب هون؟ ألف. إنه متزايد على حا كلها. اللي بعديها. إذا كان الاقتران قاف قاف سين يساوي ألف سين تربيع سين ألف تربيع سين تربيع. طبعاً هون ألف تربيع سين تربيع يعني ألف تربيع هي معامل سين تربيع. زائد ثمانية سين زائد واحد. قيمة حرجة عند سين يساوي سالب واحد، فإن قيمة ألف تساوي كيف نجيبها إن شاء الله؟ نشتق وبنعوض. احفظي لي إياه الاقتران بس. ألف تربيع. احفظي عندك عشان ما أنسى ما نصور. ألف تربيع وسين تربيع. قاف سين إيش بتساوي؟ ألف تربيع سين تربيع زائد ثمانية سين زائد واحد. سالب. شو بحكي لي هون؟ بحكي لي قيمة حرجة عند سين يساوي سالب واحد. إذا عند السالب واحد يعني قاف فتحة السالب واحد تساوي صفر. أنا هيك فهمت. هاي منين جبت قاف فتحة السالب واحد تساوي صفر؟ جبتها من كلمة قيمة حرجة. لما قال لي قيمة حرجة يعني المشتقة عندها بتساوي صفر. يلا اشتقي لي إياها أشوف. ألف تربيع سين. طبعا كيف الألف تربيع ما بلشت معاها؟ زي ما هي نزلت الأس. زائد ثمانية. زائد ثمانية. بنعوض السين. عوض سالب واحد. بطلع سالب اثنين ألف تربيع. بحط محل سين سالب واحد. اثنين في سالب واحد سالب اثنين. وألف تربيع ما لها دخل بالموضوع أصلا. زائد ثمانية يساوي صفر. يلا حل المعادلة. سالب اثنين ألف تربيع يساوي سالب ثمانية. قسمي على سالب اثنين. بطلع لنا ألف تربيع تساوي أربعة. يعني ألف تساوي زائد أو ناقص اثنين. هو شو طالب؟ ألف. لا جيم. جيم ليش ألف؟ جيم. ألف. جيم. هو طالب ألف. يلا اللي بعديها. إذا كان الاقتران قاف سين اللي هو اثنين ناقص باء، شايف اثنين ناقص باء معامل سين تكعيب يعني هاي ثابت. ناقص ثلاثة سين تربيع. قيمة صغرى محلية عند سين يساوي واحد. شو يعني قيمة صغرى محلية عند سين يساوي واحد؟ يعني قاف فتحة الواحد تساوي صفر. هيك أنا بفهم. بدنا نطلع قيمة باء. يلا كيف بدنا نسوي؟ بنسوي نفس هذي. احفظي لي الاقتران. احفظي لي الاقتران. اثنين ناقص ثلاثة سين تربيع. يعني الاقتران شو هو؟ نقلني إياه مرة ثانية. قاف سين شو بيساوي؟ اثنين باء. اثنين ناقص باء. سين تكعيب ناقص هاي شفتي سين تكعيب ناقص ثلاثة سين تربيع
ممتاز. ويوجد عنده قيمة عظمى عنده وين؟ قيمة صغرى عفوا محلية عنده وين؟ عنده سينوس واحد. ترجمية هاي يعني قاف فتح الواحد تساوي صفر. يساوي صفر. هاي أعطاني إياها. الآن يلا جيب قاف فتح سين. بدك تنزل الثلاث. ثلاثة اثنين ناقص سين تربيع ناقص سين ناقص اشتغل عادي. لاحظ اثنين ناقص باء ما بلشت معاها أنا. يلا عوضي بواحد. قاف فتح الواحد. محل مين بحط الواحد أنا؟ سين. محل سين بس. إذا ثلاث في اثنين ناقص باء ناقص ستة يساوي صفر. يلا حل المعادلة. ثلاث في اثنين ناقص باء يساوي ستة. لأنه هاي كأني جمعت ستة على الطرفين. مظبوط؟ قسمي على ثلاث. ثلاثة على ثلاث هلأ. قسمي على ثلاث. اثنين ناقص باء يساوي اثنين. معناته باء كم تساوي؟ سالب واحد. ليش سالب واحد؟ لا. على اثنين على اثنين صفر. لأنه هاي أنت طلع يعني جيب الباء هون وجيب اثنين هون. بصير باء تساوي اثنين ناقص اثنين يعني باء صفر. إذا شو الجواب الصحيح؟ ألف صفر. يلا اللي وراها. إذا كان ميل المماس لمنحنى هذا الاقتران عند سين يساوي ألف هو سالب ثلاث، فإن قيمة ألف تساوي شو ميل المماس هاي؟ ميل المماس هو المشتقة الأولى. شكل تعلمنا؟ يعني ميل المماس هو المشتقة الأولى، يعني بدك تشتقي هذا الاقتران أنت. هي قاعدة السلسلة. تعوض بألف بالضبط على قاعدة السلسلة بيطلع جواب سالب ثلاث. يلا خلينا نكتب الاقتران. كانوا مسألة جديدة بدنا نحلها. يلا قاف سين شو تساوي؟ ثلاث ناقص سين الكل تكعيب. بس هو بقول لي إنه قاف فتح الألف تساوي سالب واحد هيك صح؟ سالب ثلاث آسف. سالب ثلاث. هو بقول لي إنه ميل المماس يساوي سالب ثلاث. يعني لما أشتق وعوض بألف بطلع سالب ثلاث. طب يلا أشتق يا شوف. مين بعرف يشتقها هاي؟ ثلاثة. بنزل ثلاثة. أس. اكتب زي ما هو اطرح واحد ضرب مشتقة سالب واحد. أيوة سالب واحد مشتقة مداخل القوس. خلصنا اشتقاق. هسا بدنا نعوض بألف. قاف فتح الألف يعني محل السين حطي ألف. لازم لما عوض بألف شو يطلع الجواب؟ ثالث ثلاث. ممتاز. يلا حلي لي إياها أشوف كيف نحل المعادلة هاي. فيش جمع وطرح هون ديروا بالكم. هاي لو اول شيء بسط الامور ثلاث في سالب واحد هذا هي طلعت مكتوبه هاي بتطلع سالب ثلاث في ثلاث ناقص الف الكل تربيع يساوي سالب ثلاث هيك صار. الان قسمي على سالب ثلاث قسمي على سالب ثلاث هاي تختصر بصير واحد. ثلاث ناقص الف الكل تربيع تساوي واحد. كيف نحلها ان شاء الله؟ ناخذ الجذر التربيعي للطرفين اسهل شيء. إذا تأخذ الجذر التربيعي تأخذ زائد أو ناقص. هذا وهيك بيطلع لنا ثلاث ناقص ألف يساوي يا مرة زائد واحد ومرة ناقص واحد. ناقص واحد. يلا هسا طلع لي ألف لحالة. جيب الألف لهون جيب الواحد لهون. إذا ألف إما اثنين أو ألف تساوي أربعة. إذا عندنا قيمتين ألف يا اثنين يا أربعة. نرجع للسؤال من الصح ألف. اللي بعديها حلو هذا الامتحان والله بس احنا هذا بنرجع بنحله بعدين مع بعض مرة ثانية. بس شايفين يعني في نوعية من الأسئلة اللي وردتكم إياها كانت سهلة كثير. هون شو صارت الأسئلة؟ صارت أصعب. بدي أدي لكم اللينك هذا وأدي لكم الأوراق هذيك تتدربوا عليهم. ما رح أكملوا هذا. بدي اياكم تمتحنوا لحالكم. في عندي امتحان ثاني برضو الكتروني زي هيك تدربوا عليه. وبعدين لما نلتقي مع بعض المره الجاي شو بنسوي؟ بنرد بنعيد عليهم يعني نجرب نشوف ايش المشاكل ايش اللي بتعملين تحلوه. فهمتوا علي كيف؟ يعني بدي اياكم بالاول تتدربوا لحالكم. انا حليت معاكم اجزاء اسئله. بدي اياكم شو رح تسووا؟ تتدربوا ذاتي لحالكم. وبعد ما تتدربوا شو بنسوي؟ رد بنعيد مع بعض. اوكي يا جماعه هذول كلهم على الجروب وذول كلهم على الجروب تتدربوا عليهم. والمره الجايه الجلسه الجاي شو بنسوي؟
بنرد نرجع لهم. تعلمتوا شيء اليوم ولا تعلمتوا شيء؟ أكيد أستاذ ملون. أكيد. طيب يلا الحمد لله. بدنا إياكم تجيبوا علامات كاملة ترى. أنا مش بدرس عشان تنجحوا. إن شاء الله. إن شاء الله. يعني بدنا فول ماركس. سمعتي يا مرام؟ أستاذ الوحدة الخامسة في عليها مراجعات ولا لا؟ بلا كله كامل، كل شيء عليه مراجعات. الخامسة المحذوفة للمزارعين. لا المحذوفة لو ما عليه مراجعات مش قضية يعني سهلة هذيك. بعرف شو والله الأسئلة اللي معايا هذول أنا ما شفتهم والله كلهم. شفت أجزاء منهن بس خلاص إذا هذا بنراجع لك إياه يا ستي اسأل اللي بدك إياه بنراجع لك إياه. الله يساعدك شكرا لك. سهل إن شاء الله سهل. إن شاء الله. بإذن الله. يلا بدنا تشدوا حيلكم وشو تسووا مرة ثانية إيش حكينا شو الاتفاقية؟ علامات كاملة. إن شاء الله. علامات كاملة مش تنجحوا.